علشان خاطر سيدنا النبي وآل البيت جميعا، ست سيدة نفيسة، صلي على الحبيب. نحن جئنا لزيارة مسجد السيدة نفيسة عليه السلام رضي الله عنها، بعد أن تم ترميم هذا المسجد ترميما رائعا ومبدعا في ظل قيادة فخامة الرئيس السيسي، والذي جاء كما قرأنا وسمعنا اليوم في الافتتاحي بعد ترميمه، وانبهرنا بما رأينا من الترميمات والتحسينات في هذا المسجد. وهذا ليس في مسجد السيدة نفيسة فقط، وإنما عمت الترميمات كثير من المساجد في القاهرة التي كنا نزورها وكانت صعب جدا، ولكن الآن تحولت جميعها إلى مساجد فعلا تستحق فيها زيارة، ويكون للناس رغبة في العبادة عندما تكون المساجد نظيفة. فشيء هذا عظيم يحسب لمصر ويحسب لفخامة الرئيس السيسي. مبروك على سيدنا مفضل سيف الدين. الحمد لله أنا وايد مبسوط، هذا مكان مثل جنة الحمد لله، وايد وايد مبسوط، ومنظر ما شاء الله وايد زين، كل شيء كل ناس طيبين، كل شيء بخير والحمد لله. فرصة سعيدة لزيارة هذا المسجد الأثري القديم، والذي يحظى بحب جميع المصريين، يعني لما يكنون له لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والترميم الرائع والجميل والبصمات، يعني الحفاظ على التاريخ. احنا بنحب سيدنا النبي وأهل بيته الكرام، وخاصة ستنا السيدة نفيسة، نفيسة العلوم. ستنا نفيسة غالية علينا قوي قوي، كانت فاتحة بابها لكل الناس، ويا رب ببركة آل البيت في مصر، مصر تبقى أمنة، وربنا يا رب يا رب يطعم كل جائع ويشفي كل مريض، وبركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين، يا رب احفظنا واحفظ أمة الإسلام يا رب يا رب.